بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الامتحان الثاني من المراجعة النهائية من كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي الملحق اللي هو بيتباع لوحده. أنقط أول جملة is a group of، مجموعة من سينجس من الأشياء put on top of each other، بتتوضع على قمة في على بعضها. الأكرونيوم طبعا اللي هي بادئات الحروف، البادئات بتاعة الحروف طبعا. لأ، تيل يعني حكايات، بايل يعني كومة، كومة من الشيء، أبريفيشن يعني اختصار. أكيد إن أقرب حاجة للإجابة هي الكومة، إنك أنت بتعمل حاجات على بعضها علشان تكومها، يعني تكومها فوق بعضها. يبقى هي إيه؟ هي كلمة بايل اللي هي معناها كومة، اللي هي موجودة في الوحدة الستة. الفاير after fighting with his friend، fighting يعني تشاجر أو خناق، بعد ما تخانق أو تشاجر مع صاحبه، he couldn't believe، ما قدرش يصدق، it when he saw him، لما شاف صاحبه، spelling ولا repeating ولا spitting ولا bleeding. طبعا بعد ما اتخنق مع صاحبه، ان كان ضربه ولا حاجة، فما قدرش يصدق لما شاف صاحبه ايه بينزف، bleeding يعني ينزف، مش يتكلم ولا يكرر ولا يتهجى ولا يسكب حاجة يعني. تلاتة، I don't think that people can not in the North Pole. North Pole اللي هو القطب الشمالي. فبيقول انا مش مصدق ان الناس تقدر تعمل ايه هناك بقى. Survive اللي هي تنجو هناك يعني، او تتواجد. ليف يغادر، دامج يتلف، هارت يؤذي. لا، يبقى هو هنا عايز ايه؟ عايز سيرفايف. يو مصنت باي، لا يجب عليك ان تشتري. ذيس بور لاند، الارض الرديئه دي. عاوز هو الانتينام اوف ذا وورد بور، عاوز عكسها، عكسها. فيرتايل انكسبنسيف تشيب ويك، هنفترض ان هو جاب لك هنا مثلا كلمة، انت عارف ان بور يعني فقير، تمام؟ فوجئت ان هو جاب لي ريتش، طبعا ريتش يعني غني، وتصف اشخاص، تمام؟ ما تنفعش لو جابها في الاختيارات، ما تنفعش. ليه؟ هو عايز هنا بقى ايه؟ عاوز كلمة فيرتايل، خصب، ارض رديئة، عكسها ارض خصبة، تمام؟ طيب، It's clear that COVID-19، من الواضح ان COVID-19، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب ان شاء الله، من الواضح ان الفيروس ده نقط عنده يعني او له bad effects، تأثيرات سيئة على كل دول العالم او على كل الدول حول العالم. طبعا ال COVID-19 فيروس لا يعد اصلا، فيعامل معاملة المفرد، فعشان كده جايب هو كل الافعال المفرد. يحتاج لتأثيرات ولا يعطي تأثيرات ولا يأخذ تأثيرات ولا لديه؟ طبعا لديه، has. When you invent a password، لما تحب تبتكر كلمة سر جديدة. For a safe or a mobile، علشان تحطها الخزنة عندك أو تحطها الموبايل. It should consist of special نقط، لازم تتكون من حاجة خاصة زي الأرقام والرموز والحروف. يبقى ايه بقى؟ actors ولا scenes ولا events ولا characters اللي هي شخصيات. طبعا هي هنا ما استخدمهاش شخصيات بقى، تمام؟ استخدمها كرموز، رموز، فاستخدم المعنى التاني ليها وليس المعنى اللي احنا عارفينه بيه او اللي هي مشهورة بيه. الديتكتيف اللي هو الرجل المخبر بتاع البوليس، asked the boy، سأل الولد، to not the people، ان هو يعمل ايه للناس، هو kidnapped his sister، يختطف شخص اللي هم اختطفوا اخته. يبقى دي واضحة وسهلة، طلب من الولد ان هو describe يصفهم، يصف الاشخاص دول. A not means official name of a job، official يعني رسمي، عاوز حاجة رسمي للوظيفة. Attendant ولا address ولا nickname ولا title، طبعا انت بتتكلم هنا على اسم رسمي، اسم رسمي للوظيفة. الاسم الرسمي ده هيبقى تايتل اللي هو عايز عنوان في حاجة، هو مش عايز لقب ولا عايز عنوان البيت، تمام؟ ولا عايز الحضور او الشخص الحاضر، لا، هو عايز الايه؟ اللقب.
at libraries في المكتبات. people not speak quietly. الناس لازم تتكلم quietly بهدوء. يبقى must هنا. ما انا عندي مصدر يبقى عايز must. في المكتبات الناس لازم تتكلم بهدوء. do you think هل تعتقد which is faster ايهما اسرع a lion or a tiger. طالما ده سؤال فهو في بداية السؤال هل تعتقد ايهما اسرع الاسد ام النمر ام هو عايز اول اختيار هنا تمام. طيب من 7 لـ 9 بكرة اي نقط انجليش. طبعا احنا اتفقنا لما يكون في معادين والمعادين دول هما الاثنين في المستقبل بناخد المستقبل المستمر اللي هو يتكون من will be زائد الاي ان جي. مامتي told me قالت لي نقط with my little brother. قالت لي ايه؟ ان انا الا اتشاجر مع صاحبي او ان اتشاجر معه اخوه طبعا او to fighting برضو اتشاجر او not to fight. طبعا اخبرته ده هنا مباشر وغير مباشر ودي جملة امرية تبدأ بتو المصدر او not to المصدر حسب الامر الايجابي او السلبي. هنا اخبر قالت لي ان انا ما اتشاجرش معه يبقى not to fight ان انا ما اتخانقش مع اخويا. رقم 13 my computer الكمبيوتر بتاعي نقط with another new one because it's broken. طبعا هنا بقى عاوز يقول لازم يتبدل لانه اتكسر. must be replacing ما تاخدش ان جي بعدها. must be replaced تنفع. mustn't be don't need لا يبقى هي must be replaced لازم يتبدل علشان ده اتكسر تمام. طيب نقط I have enough time I'll visit you. هنا بقى عاوز يقول لو عندي وقت هزورك. لو عندي وقت هزورك. طيب unless مش هتنفع عشان عايزة جملة منفية معها والمعنى مش هيظبط. had مش هينفع تاخد بعدها مصدر عايزة تصريف تالت. where عايزة بعدها يا إما اسم أو صفة يا إما طول مصدر عشان كده مش هتنفع. يبقى ما عنديش إلا مين إلا should هي اللي تاخد المصدر وتيجي بمعنى if ويجي بعدها فاعل والمصدر. should I have enough time I'll visit you لو كان عندي وقت هبقى أزورك تمام. جانس تريننج كورس الكورس بتاع جانا بتاع التدريب نقط at 5 tomorrow عاوز يقول هيبدأ الساعة 5 بكرة. طبعا انا متهيأ لي ده كورس يعني ليه معاد ثابت فالمعاد الثابت بياخد الفعل في الاس يعني الفعل زائد اس صح المضارع البسيط لان ده جدول مواعيد ثابت. it seemed قاعدة سيم بقى بتاخد بعدها طبعا يا اما تو والمفعول تمام يا اما تاخد بعدها المفعول مباشرة ما انه عايز حرف هنا بقى يبقى اكيد سيم ايه سيم تو سيم تو مي يبدو انه وابدأ بقى ايه اكمل. القطعة بتتكلم عن احلام اليقظة وان الناس اللي عندها احلام يقظة دي ممكن تضرها وممكن تؤذيها والعلماء قالوا ان احلام اليقظة ممكن تؤثر في الاشخاص وقعدوا يدرسوها ومش عارف ايه. المهم which of the following question اي من الاسئلة دي does the passage try to answer القطعة بتحاول ان هي تجيبه او ترد عليه. كان هل من احلام اليقظة ان هم يقللوا الساعات اللي بيناموها ولا كيف هم يكونوا مختلفين في النوم ولا من اكتر الرجال ولا النساء المتأثر باحلام اليقظة ولا why is dreaming good for people ليه بقى ان احلام اليقظة كويسة للناس. طبعا هي الاجابة الاخيرة ان انا هقول ليه احلام اليقظة good for people كويسة للناس يعني علشان بتخلوهم يفكروا في ايه ولا بيعملوا ايه. what does Rachel mean by the quote used in the reading. Rachel ده اسم واحد وكلمة quote دي يعني اقتباس يعني هي جاية من كلمة quotation اللي هي اقتباس فبيقول لي هو يعني ايه بالاقتباس اللي هو قاله في القراءة. يا ترى ان احلام اليقظة وقت للمخ ان هو يريح ولا لأحلام اليقظة وقت للمخ ان هو يعمل ولا الناس ما تقدرش تعمل حاجة مفيدة اثناء احلام اليقظة ولا الناس ما بيقدروش يحاولوا ان هم يعملوا اي حاجة وهم في الاحلام اليقظة. طبعا هو كان قصده ان هو احلام اليقظة دي بتساعد المخ ان هو يعمل يبقى احنا هنختار اللي فيها to work دي اللي هي المخ يعمل ماشي. طيب بعدين
19 what does the brain focus on. focus on بيركز على، بيركز على ايه بقى؟ المخ in the default mode. طبعا يا ترى بيركز على ال immediate situation الموقف الحالي، ولا بيركز على المخ نفسه، ولا على ال appropriate relationship العلاقات الملائمة او المناسبة، routine actions او الاحداث الروتينية. طبعا المخ بيركز على المخ، المخ بقى بيركز على ايه في الاحلام دي؟ بيركز على البرين اتسيلف، على المخ نفسه يعني، بيبقى على العضو نفسه. كلمة اخرى لكلمة هي devices معناها اجهزة، يبقى machines عايز معنى تاني ليها، يبقى machines او بعدين اول سؤال بيقول لي العلماء، اراء العلماء عن احلام اليقظة مختلفة totally عن اراء الناس. discuss ناقش النقطة دي. طبعا احنا نقدر نلخصها في حاجة بسيطة خالص، هي إيه؟ اتكلمت عن ان العلماء بيقولوا ان الاحلام اليقظة دي بوزيتيف للناس، والناس بيقولوا ان هي نيجاتيف. يعني العلماء بيقولوا ان هي ايجابية، والناس بيقولوا ان هي ايه؟ سلبية. فاحنا هنقول ايه بقى؟ ساينتستس العلماء say، يعني نقدر نقول ساينتستس زي ما هي كده، هنقول العلماء say، العلماء بيقولوا say it is useful، العلماء بيقولوا ان هو حاجة ايه؟ حاجة مفيدة وتساعد على النشاط وكده، تمام؟ people بقى الناس بيقولوا ايه بقى؟ people say، الناس بتقول it is negative، يعني دي حاجة سلبية وليست ايجابية، يبقى على عكس بعض فعلا، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لي what do you think of، انت ايه رأيك بقى؟ دي اجابتك انت الشخصية، ايه رأيك في احلام اليقظة؟ طبعا ده المفروض الانسان يقرأ القطعة ويحاول يجاوبه من نفسه. طبعا انا ممكن اقول ايه بقى على حسب اراء العلماء، يعني انا همشي من مع اراء العلماء، هقول مثلا I بعدين I think عشان ده رأيي انا، I think اعتقد it is a good thing، اعتقد ان دي حاجة كويسة، لان العلماء قالوا بيساعدوا على التفكير ويساعدوا على العمل ويساعدوا على مش عارف ايه، يبقى انا اعتقد ان دي حاجة ايه؟ حاجة كويسة، وبقى بتساعدني بقى ايه؟ ان هي اعمل الغاز واعمل كلمات متقطعة ومش عارف ايه، هو قال الكلام ده كله في القطعة، ماشي؟ تلاتة بقى بيقول لي how can scientists، ازاي العلماء يثبتوا their point of view، وجهة نظرهم يعني اثبتوها ازاي؟ طبعا هما اثبتوها، اثبتوا ازاي بقى؟ هنقول زي هما يوزد، استخدموا a device اللي هو الجهاز اللي احنا شفناه من شوية، اللي هو يعني اللي جبنا بداله كلمة ماشين اللي هي فوق اهي دي، اهي دي، استخدموا device، استخدموا جهاز ذات، الجهاز اللي بروف، اللي اثبت بقى ذات ذا برين، ان المخ بقى ايه؟ is very active، اثبتوا ان المخ بيبقى نشيط جدا مع موضوع احلام اليقظه ده. ذات ذا برين is very active، اثبتوا ده بقى ايه؟ اثبتوا وجهه نظرهم من خلال كده. اخر سؤال بيقول لي would you like، تحب تبقى تبع احلام اليقظه يعني وليه؟ في الاول هقول له yes I'd like، yes I would like، نعم اود ذلك. ليه بقى؟ هقول مثلا it is helps me، او it helps me على طول، it helps me to think well، بيساعدني ان انا افكر كويس، وازود الكلام اللي احنا جاوبناه يعني it make my brain active، بيخلي مخي نشيط وكده يعني. الترجمة بقى بيقول لي developed countries، developed countries اللي هي الدول المتقدمة، pay a great attention، تدفع اهتماما كبيرا to scientific research، للبحث العلمي، and spend much money، وتصرف فلوس كتيرة عليه. طيب حلو قوي، يبقى انا هبدأ بالفعل اللي هو ايه؟ اللي هو تعطي، تعطي مش تدفع بقى عشان معناها هنا، تعطي الدول المتقدمة، تعطي الدول المتقدمة اهتماما كبيرا او اهتماما عظيما حسب المعنى اللي يمشي معاك، اهتماما كبيرا للبحث العلمي، للبحث العلمي، ت
تعطي الدولة البحث العلمي وتصرف الكثير من الأموال عليه، وتصرف الكثير من الأموال عليه، وتصرف الكثير من الأموال عليه. ليه بقى؟ قال لي بيكوز زي، لأنهم يعرفون أنه الطريقة للبروسبريتي والبروجريس فور هيومانيتي. هنقول بقى لأنهم يعرفون، لأنهم يعرفون أنه اللي هو البحث العلمي ده الطريق، الطريق للرخاء، الطريق للرخاء والازدهار مثلا، الرخاء والازدهار للبشرية، الرخاء والازدهار للبشرية، تمام؟ أو لتقدم البشرية، بلاش الرخاء دي، خلوها للتقدم أو للازدهار للبشرية عشان بروجريس، ماشي؟ طيب الترجمة انجليش بقى بيقول لي إيه بقى؟ هل تعتقد أنه من الأفضل، هل تعتقد أنه من الأفضل أن ندمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا هل تعتقد دي هبدأ بدو يو ثينك على طول من غير كلام اللي احنا عارفينها. دو يو ثينك، هل تعتقد انه من الافضل، دو يو ثينك ات از بيتر تو جوين، يعني هقول ات از بيتر تو جوين، هل تعتقد انه من الافضل، جوين اللي هي ايه، نضم يعني او ندمج. الطلبة بقى هنقول the students، the students ذوي الاحتياجات الخاصة اسمها with special needs، with special needs، الطلبة ذوي الاحتياجات الايه الخاصة، in the government school، في المدارس الحكومية، in the government schools، في المدارس الحكومية، تمام، في المدارس الحكومية، مع أقرانهم من الأسوياء. أقرانهم يعني نقول إيه، هي كلمة اسمها peers، تمام، ممكن نقول أصدقائهم لو ما عرفناهاش، تمام، with their will friends، with يعني مع، زير اللي هي ضمير الجمع بقى، زير نقول فريندس او نقولها بيرز، خليها بيرز عشان تتعرف زي ما هي كده، اللي هي اقرانهم، تمام، with their بيرز or it's better، ام انه من الافضل، يبقى or it's better ان يظلوا في مدارس خاصة بهم، or it's better to stay بقى، to stay ان يظلوا او ان يبقوا او ان يقيموا، تمام، او or it's better to stay in special schools for them، او ماشي هي دي سهلة برضو، special schools for them، special schools ولهم بقى اللي هي ايه for them. يلا لايك، ما تنسوش اللايك يلا عشان نكمل معاكم ان شاء الله، بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.